اسمحوا لي أن أحيي النيابة العامة التي أمتعتنا جميعاً برافعتها، وأن أنضم إليها في كل كلمة قالتها. ولكن هناك فارق بين من يريد أن يتهم وكيلي شمس وبين من يريد المتهم الحقيقي. فالنيابة العامة وجدت الأمر يسير وهين. متهم وجدت جثث ضحايا في أرضه، وقد اعترف هذا المتهم أمام النيابة في مرحلة التحقيقات أنه قد قتل إحدى الضحايا. بل سيد الرئيس سلمنا سلاح الجريمة المستخدم، ولكن تعجلت النيابة الدعوى الجنائية ولم توليها حقها من البحث والتمحيص. بعد إذن المحكمة، أنا بعترض على تعريض الدفاع. النيابة حققت في القضية بكل مهنية، وزنت من أدلة الاتهام وأدلة النفي، وعشان كده قدمت بيقين المتهم للمحاكمة. ما تقول صحيح، ولكن في تلك المحاكمة سأثبت الفرق بين وأدي المهنة الحرفي وبين من يحمل رسالة. ليك طلبات تانية يا أستاذ؟ أنا بطلب استدعاء الطبيب الشرعي ومأمور الضبط القضائي شاهد الإثبات الأول. تؤجل القضية لجلسة باكر لسماع شاهد الإثبات الضابط شاهين عبد ربه واستدعاء الطبيب الشرعي، وعلى النيابة اختارهم بالحضور باكر. رفعت الجلسة. أحكموا! اثبت وسنك ومحل إقامتك. شاهين السيد حسين، 38 سنة، ضابط، ومحل إقامتي معروف لدى جهات عملية. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه هي معلوماتك عن الواقع محل التحقيق والمحاكمة؟ إحنا اتحركنا بناءً على إخبارية من مصادرنا بإن في رحلة تهريب بتتم من خلال بعض الطرق الجبلية. رصدنا العربيات من خلال إشارة تليفون واحد من العناصر المرصودة، وكان الهدف من متابعة الرحلة معرفة مكان الوصول للقبض على الجناة، ومعرفة أماكن التخزين المستخدمة في العملية. هل المعلومات دي بتشير لمتهم معين هو المسؤول عن التهريب؟ للأسف لا. عشان كده كنا رصدنا ومستنيين مكان الوصول. وإيه اللي حصل بعد كده؟ العربيات وقفت فجأة، وسمعنا صوت طلقات نارية سريعة جدا. اتحركنا على الصوت في اتجاه العربيات، وأول ما وصلنا انفجرت العربيات اللي فيها الضحايا، وبعدها اقتحمنا المزرعة مباشرة. أول ما دخلت لقيت المتهم جنب باب البيت رافع إيده ومسلم نفسه. أسئلة الدفاع. حضرة الضابط، تقدر تحدد لي الفترة الزمنية ما بين أول ما سمعت ضرب النار لحد ما وصلت مسرح الجريمة؟ 5 دقايق تقريبا. بخبرتك كضابط، شايف ان المده دي مده تسمح ان حد يخش مسرح الجريمه ويغير كل الادله تغيير جذري؟ لا، ما اعتقدش. انا بكتفي بهذا السيد الرئيس، وبطلب استدعاء الشاهد التاني. اندع الشاهد التاني. الطبيب الشرعي اتفضل. الظرف الزمني اللي مات في المبنى عليه، هل كانت مدته متقاربه؟ نفس التوقيتات بنسبة كبيرة. طيب، هل من مكان معينتك للجثث في مسرح الجريمة تفتكر ان ممكن شخص واحد هو اللي قتل كل دول؟ اغلب الظن انهم كانوا اكثر من شخص قاموا قتل المبنى عليه. مفيش حاجة اسمها اغلب الظن في الطب الشرعي، عايز حضرتك تأكد لي دلوقتي. يا اما ايد واحدة يا عدة فاعلين. عدة فاعلين. بنيت رأيك ده بناء على ايه؟ اختلاف نوع طلقات المختلفة التي اصابت المبنى عليهم، اختلاف زوايا الاطلاق، تناسل وانتشار الفوارق في اكثر من مكان في مسرح الجريمه. بالنسبه للمبنى علي بدير اللي ممكنه قتل بالفعل عن النفس، كانت المسافه بتاع ضرب النار قد ايه؟ اقل من متر. اقل من متر. والمبنى علي الثاني كانت الاصابه فين؟ وجهه من الامام على بعد حوالي 20 متر تقريبا. اجل مرافعه يا استاذ؟ لا، مرافعه جاهزه سيد الرئيس. بداية سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، إن الدفاع إذ يعرض اليوم للدعوة فإنه ينوه من جديد أن العدالة رسالة وليست مهنة، ودائما ما يأخذ مؤدي المهنة بظواهر الأمور، ولا هم له إلا أداء العمل بإتقان، وهو أمر يحمد له، ولكن في غير هذا المقام.